أهلا. الحين الطريقة الثانية وهي أسهل من الطريقة الأولى، في إنك أنت تعمل الصوت كأنه في سحبة من غير استخدام الجويستيك. الطريقة الأولى كان فيها تضبيطات بسنتيتيف، ما سنت في واحد يحب الضغطة كم اللمسة كم. هذه الطريقة على طول نفس الشيء، تختار الصوت اللي مثل ما قلت لكم الأصوات الطويلة، من اختار صوت ثاني اليوم من سينثسايزر مثلا، هذا الصوت. انزين، تي نفس الشيء عند المنيو. الطريقه الاولى انا قلت لك روح على الفويس اديت، هني لا، هني روح على الفويس سيتنج. شوف طلع لك الصفحه هاي اللي هي التيون، شوف موجود لك هني البورمنتو تايم، على طول تختار بسهوله. شوف هاي الصفحة السهلة انك انت كيف تعمل السحب للصوت من غير الجويستيك، ولا وبعد موجود رايت 1 ورايت 2 ورايت 3، يعني تروم تعمل ثلاث اصوات بنفس الطريقة في السحبة وتطلع على طول بدون تسييف، الثاني هناك تسييف وخلاص وشكرا.